أنا مش هشتغل مع تاني، ده مخرج كليبات وأنا مش بحب أعماله. ده الكلام اللي قاله محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة عن المخرج هادي الباجوري، لكن يا ترى هو قال كده ليه؟ السيناريست محمد صلاح العزب طلع في لقاء تلفزيوني واتكلم عن المخرج هادي الباجوري، بس على غير المتوقع خالص هو ما شكرش فيه، بالعكس ده طلع وانتقده كتير جدا لان هو ما كانش راضي عن الحلقتين الاخرتين من مسلسل سفاح الجيزه بسبب ان المخرج هادي الباجوري اتدخل فيهم من غير ما المؤلف يعرف حاجه، وكمان قال انه غير حاجات كتير جدا في الحلقتين. السيناريو نفسه اتغير علشان كده طلعوا بمستوى اقل بكتير من الست حلقات اللي قبليهم، ودي حاجة لاحظها كل الناس اللي اتفرجت على المسلسل. محمد صلاح العزب أبدى غضب الشديد جدا من اللي عمله المخرج هادي الباجوري، وأكد على نقطة إن هو ما كانش عنده مشكلة إن يحصل تعديل في السيناريو، بس لازم على الأقل المخرج يرجع له في النقطة دي لأن ده شغله هو، لأن من الطبيعي جدا إن أي مخرج لازم يحترم السيناريو، ودي مش أول مرة محمد صلاح العزب يكتب مسلسل، ده عمل قبليه 10 مسلسلات بس أول مرة يحصل معاه المشكلة دي. ومش دي الحاجة الوحيدة اللي كانت سبب الخلاف بين المخرج والمؤلف، ده كمان قال إن في خط درامي بالكامل تمت إضافته علشان مرات المنتج تقدر تظهر في المسلسل، وده حاجة هو ما كانش راضي عنها تماما لأن في شخصية اتكونت من الفراغ ومش معروف هي مين ولا جات ليه، وكل ده علشان مرات المنتج تمثل. وبسبب كل التفاصيل دي قرر السيناريست محمد صلاح العزب ان هو مش هيشتغل مع المنتج هادي الباجوري تاني. الغريب بقى في الموضوع ان هو في البداية ما كانش موافق على المخرج اصلا بحجة ان هادي الباجوري مخرج اعلانات وكليبات، حتى اعماله الدرامية ما كانتش بتعجبه، ولما المنتج جه للمؤلف محمد صلاح العزب وقال له ان هادي الباجوري هو اللي هيشتغل في المسلسل ما كانش موافق خالص، بس اضطر بعد كده ان هو يوافق علشان الشغل يمشي. وبعد انتهاء عرض مسلسل سفاح الجيزة بدأت الناس على السوشيال ميديا يقولوا ان في جزء تاني هيحصل للمسلسل، لان النهاية اللي انتهت بيها اخر حلقة كانت غامضة وبتوحي ان في قصة تانية هتحصل، وعلشان كده خرج السيناريست محمد صلاح العزب واتكلم في النقطة دي وقال ان حدوتة جابر خلصت مع نهاية الجزء الاول من المسلسل، وصعب جدا ان هو يعمل جزء تاني لان هو مش بيحب يعمل اي اجزاء تانية من اي عمل درامي بيقدمه، واضاف ان هو عمل اعمال درامية كتير جدا كان بتحتاج ان هو يبقى ليها جزء تاني، لكن هو كان بيرفض النقطة دي نهائي. كمان احمد فهمي عنده نفس الرغبة اللي عند المؤلف ومش حابب ان هو يقدم جزء تاني من المسلسل، وكمان الفكرة مش مطروحة من شركة الانتاج حتى، وكل دي مجرد اراء على السوشيال ميديا. بس الحاجة الوحيدة اللي هتخلينا نعمل جزء تاني من المسلسل هو اننا نعمل قصة جديدة ومختلفة عن الجزء الاول ببطل جديد. ودي كانت ملخص التصريحات اللي قالها السيناريست محمد صلاح العزب، ولو عايزين تعرفوا معلومات اكتر ما تنسوش تابعونا على صفحة نجوم الفن.